اولا تفنيد لكل الاشاعات والكلام الناتو والغرب عن تقنيه عاليه، شوشوا على الاتصالات، عملوا رسائل للشعب الليبي مش عارف عن طريق الشبكه الليبيانه، وقفون البث الاذاعي، عملوا لنا حرب الكترونيه اعلاميه لبث الفوضى والذعر في ليبيا. كل بدهم يسلموك الى المحكمه الجنائيه. طز في المحكمه الجنائيه واللي بده يشتغل فيها يلا. هاي هاي.